animali che vivono nei ghiacci o nelle oscure profondità degli abissi. Ogni creatura del mare è unica e inimitabile. Signori, si parte! Benvenuti all'acquario di Genova! يا احلى عيله، وان شاء الله تكونوا ناس الكل بالف صحه وعافيه. اليوم جاي لكم فيديو جديد وجبتكم معايا كيف ما تشوفوا الحويتات والاكواريوم تاع جينوفا. خليكم مع الفيديو، فرجه ممتعه وان شاء الله يعجبكم الفيديو. قرنيطة سبع كل ورقة حسيلو. إيش نشوفوا هذون بيكولي؟ We'll be right back.
سبحان الله. لو تمشي و بيدراني و بنكوينة هابس نجي منها مجي شوفوا محليهم هما انواع الدلفين سلو عندهم برشا انواع تايدي سون ناو ميا خلاص كيفاش ماشيين باش يفطروا عارفوا وقت الفطور نتاعهم ريت يفطروا هما Papa, you're dead. This is my
اما اليوم الطقس مش هو كنت شتي الصباح سوف الكلاي بيحوس وحده كمان ما نجمة غادي نحيز لكم الزوم هذا ما القريشات
توا باش نطلعوا فوق نشوفوا شو فما تعرف فما او ريستوران لهنا. ظهر لي بيع الحوت هكا حتى كان ما فطرتوش عندكم فما ريستوران من هنا وفما من هنا عطار الحومة هكا يبيع هذه الفازيت نتاع الحوت حاسينو حبوا باش وليد يصغرونا هاي زعما طيحت هذه صغيرة ما عرفش قداش بريتسو 6 أورو تعرف هذيك ولا هكا كيسين حلو معبية بالصغار شوفوا هالطرف هذي بقى مشروع لمحل غالي 10 شوفوا زرير فلوما بنو هذا من كل جو الحوت نمشي الريستوران نعبيو الكريشة بساعة وبعد نكملو الدورة متاعنا شوفوا ساعة عندهم الريستوران هذا الريستوران أسوامو غالية على محالة حلو بطاطيني هاو المينو جيبو اللمشة معاكم فما هاي تيراميسو فما سلطة هذيك جو هما شنو البيتزا نتاعهم هاك فيها زادة التواليت طلع بدا أزرق هاكا تحبو تبدلو الكوش للصغار وهذي أنا باي باي شوفو هاسيلو مغليهم شوفو محلية الحوتة هذي دلفين عجبتني هذي كيف محليها فيها القرش هكا دور فما هكا ستيدويت فما هكا فما هكا هذا من الأسوام فما هكا ما أحلاها هذي هي وليدتها هذي كيف كيف هذا ب10 أورو هذي ما أحلاها بنتي عجبو هذو ما حصير هذي تعمل هكا فما هكا فما هذي فيها البينغوينو وإلى هكا في الرأس تعبتو الساحة الحمراء شوفوا الحويتات العظمة نتاعهم ويلي هي الحوتة هيك الحوتة هكا هي تشو والجاتو تشو فما هكا
شوفوا هذي البلاصة محلية عاملينها غابة الأمازون، هذي فيها الحنوشة. تسيروا شوفوا هذا، وي ماما أريفو. شوفوا الأخضر هذا كيفاش، شوفوا راسه ينقض علينا من أسفام. شوفوا مبنم إذا من الفاكرون بنتي تموت على الدرداروغي وينهم. جابت لهم باش يفطروا ياكلوا ليتو، داروا بها الكل بس يجري شبهم هربوا، خافوا ظهرلي. حط لهم هكاك تعلقها حقوصة زادة. شوفوا من نصف ما وليت خايفة لي يخرج لي حناش منه. شوفوا جابت لهم الفطور متاعهم ياكلوا في اللي تو يجري وحاسين الحوت تاع الفطور حطتها لهم. هذيك اللي وريته لكم من اللور
ما احلاه المنظر. جنوفا باي نايت سيرو بشي عم بضغطي حفلة على غفلة. هني لسه عملت صور. ايه ستوتر عملت فوتو. في ساشيت بلاستيك. وي ديك لك هاك ما استعود لك. آخر شقرك الفقمة. شو لحنك الفقمة هيك هالطاوة فيها شوفوا عندكم متصور هنا.
تختاروا حسي تشوفوا محلي. مريم وليدة شوفوا محلي يا روح. باش ناخذوا كبابتنا هنا حاسيلو تخليو كبابتكم باش ما تقعدوش كي تدوروا محملين الكبابت هكا دور مرتاحه وخفيفه خاطر سخون شويه الداخل جس البارتي اللي فيها العرض نتاع الدلفين الفوق فما بارتي معريه ثم نسمه وعلى كل كبوت تخلص 2 أورو. وكيف ما شفتوني وفات الجوله نتاعنا في الاكواريوم تاع جينوفا حسيلو في صعيد عدى الوقت وما تحسوش احنا ذا اللي من ما الساعة ونص دخلنا اخرجنا يمكن حكيت 7:30 نسيت الوقت بالضبط اما تحفون على الاخر نصحكم انتو ما زيدا كان مازلتو ما مشيتولوش صرتو البنات في ايطاليا هزوا صغيراتكم ومشيو حتى انتو ما اتفرهدو ياسر تحفون ومحلي صرتو زيدا كالدلفين ياسر تعمل معاه جو انا واحدة من الناس شخت عليهم وتحس هكا نفسيتك ترتاح وتبدل شوية جو وتنجموا تقصوها بار انترنت تتكلف لكم اقل وانكا او كيف 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 تمشي وتلقاو شي صف برشا وباش ما تقعدوش تستناو هكاك تعديها طول بالتليفون نتاعك تعطيهم الكود بار وتدخل تتفرج في عالم البحار والجو. هذه الجوله نتاعنا وفات ان شاء الله تكونوا استمتعتوا معايا وعجبكم الفيديو وهذا كان فيديونا لليوم وتوا نقول لكم حبوباتي في وديعة ربي نتقابلوا ان شاء الله في الفيديو الجاي باي باي.